حبيبي حتى الساعة وقفت. قالوا حسني. حسني أفندي. حسني بيك. إيه؟ شو وقت؟ قوم صار الصبح والعالم بلشوا يجوا عجنيني. يا 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 رأيتي عم تجعني مخدي عالية الظاهر. شو أنت نسيان الطعم الساعة قبل ما تنام؟ طعم الساعة؟ لك مجنون أنت؟ نحن البني آدمين ما عم نلاقي لقمة أكل ناكلها طعم الساعة؟ هلا نحن بني آدمين؟ والله نسيت. نسيت. هلا قل لي شو لقيت لي هالمسكن الجديد؟ والله مسكن منيح شرعي ومنتفعاته كثيرة، لكن صار برد بهالليل. طبعا اجى الشتاء، الله يعيننا كيف بدنا نمضي هالشتوية هون. نحن الحق علينا، كنا ما لازم نترك أوضة أم سلوى إلا بمشكلة كبيرة. كانت جابت الشرطة قمشونا وأخذونا على السجن، أكل ونوم ودفى. شو عم تقول؟ قلت لازم كنا ما نسلم أوضة أم سلوى إلا بمشكلة كبيرة. كانوا قمشونا ورحنا على السجن، أكل وشرب ودفى. لك هجة طوار. مين الشرطة؟ لا الفكرة. أني فكرة؟ مشي لندخل على الحبس. عبد الله والله فكرة، لكن منين الواسطة؟ واسطة؟ طبعا. هلا إذا رحنا قلنا لهم بدنا ندخل على السجن هيك بيقبلوا؟ طبعا لا ما بيقبلوا. امشي هات ايدك تعا معي. لوين؟ لاي الواسطة. مشي. الفاتورة ياخذونا على السجن؟ طبعا. بارك الله فيك بارك الله فيك. وبعدين بنضرب عصفورين بحجر واحد، اولا بنشبع بطننا، وثانيا بنضمن اقامة بالحبس شهرين ثلاثة على حساب الدولة. اتفضلوا. شكرا. ايد عندك هات لي مقبلات من كل الانواع. وافق؟ طبعا. أيد لي كمان واحد فدة مكدوس مع الاسكالوب. ما عنا من هالصنف يا بيك. لك مين مكتوبة بالكرت؟ بعرف لكن مكتوبة عندك، لكن شفت صورتها. أيد كمان اثنين فروج مشوي واثنين فروج محشي. لا اعملهم أربعة. حاضر. وكافيار علبتين يكونوا من النوع الممتاز. فواكوا جامبون بار جامبون بلبان سومون فيمي ولا تنسى البزاع. صحن شاتو بريان وسمك سلطان كيلو. بتحبوا تشربوا شيء؟ طبعا عصير الخس افيك كريم. حاضر. وهات ازازه تنبيت روزي وشكل من عندك شويه ليكور ابيريتيف. حاضر. مرسي. بعدين نطلب غير اشياء. بعتقد الفاتورة صارت محرزة. لكن مجموعة اللي طلبناه هون محكوميتهم حوالي شهرين ونص. ها. لسه بيلزمنا اسبوعين. قرصون هات لي علبة سجاير فلتر وضيفها على الفاتورة. وانا علبة سجاير فلتر من الاول للاخر باعتبار الدخان بضل. وعلبة سيجار من النوع الممتاز. اسمع جيب فروج عطيه لهالفقيرة اللي واقف على باب المطعم. حاضر. يا أخي لازم الشبعان يحس مع الجوعان. طبعا خلي هالطفران يأكل. الحمد لله. تعرف خليني خفيف ما عاد بدي تقيل. الظاهر ما حبيت لك يعني.
قرصون قرصون. نعم. والله ما بعرف شو بدي. وايف هذا الصحن ليش منور من طرفه؟ عفوا يا بيك عدم انتباه. ضيف حقه على الفاتورة. حاضر. وينك يا ابني؟ نعم. جيب ورقة النعوي. ورقة النعوي؟ يعني فاتورة الحساب. حاضر. تعرف أنا يومين يمكن ما راح جوع من الأكل. أنا قد ما أكلت ما بعرف كيف بدي أمشي. لا لا يكون لك فكري. من الباب للباب بسيارة الشرطة. الله يسمع منك يا رب. أنت متأكد إنهم ما راح ينتبهوا؟ طبعاً. باين عليهم ورتنين ورتة وعم بحثوا شمال ويمين. زود الفاتورة على كيفك. إذا جاي على بالك شيء اطلب قبل ما تجي الفاتورة. كل وشباع خالي. تكرم تكرم. لا الحمد لله اكتفيت تماماً. وأخذت بندورة احتياط كمان. تفضل. اجت الفاتورة عظيم. 180 ليرة. عاد. سجل لي فوق من هون 30 ليرة بخشيش للقرصون. طولنا عمرك يا بيك. هاي 30 ليرة إلك و20 ليرة كمان للمساعدين اللي معك. بس صار هيدا كثير. معلش يا ابني اصرفوا وتبحبحوا وتبحبحوا. الله يديمكم. ايه سيدي اطلب لنا شرطة النجدة بقى. شرطة النجدة؟ ايه نعم الفرقة 16-16. ليش؟ شو السبب يا بيك؟ نحن ما رح ندفع الحساب. صار مفهوم سيدي؟ روي تأمنت المحبوسيه. اوكي. اوف شو صار؟ ما بدهم يدفعوا الحساب وقالنا نطلب الشرطه. اخ خربت لنا بيتنا. الظاهر هدول من مرايبين السياح. يمكن كله منك. كل الحق عليك. ورجعت. ايه سيدي طلبتوا الشرطه؟ اعوذ بالله الموضوع بيستاهل ابدا يا بيك. اخي انت شو دخلك؟ نحن بدنا الشرطه. يا سيدي القرصان غلطان معكم والفاتوره واصلي. ابدا ما حدا دفع ولا وصلي. يا سيدي واصلي الفاتوره وارجوكم تقبل جيفتي فنجان قهوه. يخرب بيته على هالشغله رح يروح المحبوسيه. اخي دلني على التليفون. لا لا ما في ظلم ابدا لا تكسفني ابدا. يعني حضرتك مصمم؟ اه طبعا طبعا. فنجان القهوه يا متر. اهلا وسهلا فيكم محل محلكم. الله لا يعطي عافيه. راح أكلنا وتعبنا على الفاضي. حظ فالصو.